الشباب وفوا وكفوا، لكن أتكلم أنا قبل ما أكون أتحدث بصفتي الإعلامية أتحدث بصفتي مواطن. أثلج صدري هذا القرار ورد شيئا من الاعتبار للمزاج السيء اللي تركه والأثر اللي تركه هذا المقطع. هذا القرار لو تذكرنا امتداد لسياسة بلد. كلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى حينما قال لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلال، ولا مكان بيننا لمنحل يستغل حربنا على التطرف لنشر انحلاله. هنا في سد كل مدخل لمن يريد الأمر السيء في البلد. الحمد لله عيون ساهرة وهناك ضوابط، هناك أنظمة، هناك قوانين. صحيح. من يخطئ وهو يعرف أنه مخطئ، والجميع يعرف أنه مخطئ. أصلا مقطع مثل هذا حتى في بلدهم أعتقد أنه يعتبر مسيء، فما بالك في المملكة العربية السعودية. بإذن الله أنه راح يلقون عقابهم، راح تكون رادع لبقية الأندية الرياضية النسائية وغيرها والأندية الرياضية بشكل عام. أي خطأ هناك من يحاسبك عليه وستعاقب. وأيضا وأتمنى مثل ما تفضلوا الأخوان أنه ما يكون يستغل على أنه في الحرب على الأندية النسائية. الأندية النسائية مطلوبة، البلد المرأة السعودية تحتاج ممارسة الرياضة في مكان يخصها، وفي هناك أندية كثيرة تطبق الأنظمة بحذافيرها وبدون أي إساءة للمرأة السعودية ولا للمجتمع السعودي. هذولا نتمنى استمرارهم ويعاقب المخطئ فقط. نعم عبد العزيز. أولا بسم الله الرحمن الرحيم.